السلام عليكم, this is your boy بيجي اكشن. رجعنا لكم الاولاد برياكسيون جديده كالعاده والعويد من سيري نتاع علي المتواصله كالعاده. الاولاد تيتر باختياركم انتوما, اي اللي فك الدوله. ليتس جو نشوف شنو هي الفوضى. تيتر عنده 6 سنين الاولاد, اكثر تيتر لقيته في كومنتير في جيمات. دونك ليتس جو نعملوا كرياكسيون, نشوفوا شنو هي الاجواء, نشوفوا شنو هي الفوضى الاولاد, نفهموا العمليه بالكدا. حاليا واحد ما ندمش على فهمتني ولا تتبيعكم بالتيتر بالتيتر اللي تختاروا فيه. الحق نتاع ربي الاولاد عامل جو شيخ عليها السريع على الاخر فهمتني ولا سيوا في عليه ولا سيوا في كلاي فهمتني ولا. دونك الاولاد ليتس جو نشوفوا شنو هي الفوضى مع بعضنا, نفهموا العمليه. 4 دقائق ونص. دونك فوضى فوضى الاولاد فوضى. يلا يلا فك الدولة ديما فك الدولة عندي كره ما نخبيش وديما زبي فوق الطاولة. يا لطيف يا لطيف فوق الطاولة زبي فوق الطاولة لغر الطرح هكا نعيش ويحكم كان المولى. لغر الطرح هكا نعيش ويحكم كان المولى مش الدولة. دولة ديما فك الدولة عندي كره ما نخبيش وزبي فوق الطاولة. فك الدولة ديما فك الدولة عندي كره ما نخبيش وزبي فوق الطاولة. فوق الطاولة زبي فوق الطاولة عندي كره ما نخبيش وزبي فوق الطاولة. فك الدولة ديما فك الدولة لغر الدور هكا نعيش ويحكم كان المولى. كالعادة الولاد البيت البيت متاعها ليه كاسح فهمتني ولا. كالعادة والعواد كالعادة والعواد اللي لاحظت عليه في تيترويت الكل البيت متاعه مش عادي. الجملة اللي يخدم فك الدولة ديما فك الدولة لغر الدور هكا نعيش ويحكم كان المولى. ستون اوز واقف في منطقتي فكر فراسي تدور مع الفطور نحرر وقتي. خمم في الحكاية شوفي مصيبة جاية طلعت متشي فيها خمسة كرودة تحب تفوق لي طاقتي. زوز فروغ بلا شخصية وثلاثة كبار معقدين بعيني. خمسة كرودة زوز فروغ بلا شخصية وخمسة كبار معاق وثلاثة كبار معقدين يعني عنده شكون في مخه يحكي عليه. هم يبتزوا فيا بغزرة متاني صحابتين فاتوني بشوية هبطوا الكل وداروا بيا وفكوا لي بطاقتي قرأ وقال لي انتي يحكي على الحاكم الاولاد. خمسة يقصد عوان يعني في الوقت هذاك صحيح. تو فهمت العملية فكله بطاقته. ستوري تيلينج يضر لي الحكاية الولاد فهمتني ولا. تيتر واك علاش اخترتو يضر لي واك علاش يعجبني برشا. يلا مين شيت مال مساتك يا وات ذا فاك يو مين انتي منين شارع النخيل ما غرنوق على اليمين في مخلوق عندي سنين حومة سوق من الفين عشت لاخوات ولا قارب طويل وشارب كيل فليش حومتي تحارب في الحناش ملي كان نسيت عندك انتي شيح اما انا الدقلة ما توفيش ونجمي كان لبنين وما نحكيش على الكيف حومة تعيش على البيف ستيل كعبة توي والسيف راس الناش يعني الوليد من سؤال سألوا له العون انتي منين What the fuck you mean؟ شنو تقصد؟ وفجأة نبدا احكي لك على حومته. صحيبي صحيبي كيفاش يعني تبدل الترانسفورماسيون من حكاية لحكاية أخرى فهمت كيفاش؟ عطشتي والسيف ما يقضيش عقيف ما نقز الضيق قالو خاطر لنا الريو غيرو كيما الريو دي جنيرو نبيكو فيهم من الصبابة ونعريو عالباتجيرو نعيشو مقرزو من البيرو ماكا العام نقز رابطة حبس فات الغرام للناس اللي تعدي في الرابطة هنا ناس ترقد باللعبة وبالأردال تفيق عايشة ضيق مش لهنا ناس ترقد ترقد باللعبه وبالابطال الخير من فضان نيجز اب داو ذاتس ماي سيتي دونت بيبل ان ماي سيتي يو نيفر ايفر ميت فيك بيبل ان ماي سيتي بيتش فك الدولة ديما فك الدولة عندي كره ما نخبيش وزبي فوق الطاولة. فوق الطاولة زبي فوق الطاولة عندي كره ما نخبيش وزبي فوق الطاولة. فك الدولة ديما فك الدولة لغر الطرح هكا نعيش ويحكم كان المولى. فك الدولة ديما فك الدولة لغر الطرح هكا نعيش ويحكم كان المولى. ملا فايبك علي
بوسي وما تقضيش وبالفرقة ما تحنش ديما نعيش معك في حرب نموت بالضرب وما نتحنش ما نعطيش اسمي سمي زبي ديمي بمحجوز ولعبة قدامي ما عندي ما نقول ما نهزش قضية مجهول وهذيك اخر كلامي منكت فيه زيدك مش مدس في البيدك انت اللي سربيتني بيدك ثمك بقديمك بجديدك مش متلكش كيسة بيدك نكتب ومنزلت نزيدك مش قاعد مش نتلكش كي سبيتك نكتب وما زلت نزيدك ما يقلقش عادي قد نتفرج بخيب قلبه مات قلبه مات عليكش نخرج فمي ما نسكرش وان شاء الله ربي قدرني مش مشكلتي انتي مشكلتي تولي تقدرني في حومة زبي تحندرني تحكرني ربي ما حبش نموت معك ونكبش والعزوزة ما تتسبش مضفكة نموت معك ونكبش والعزوزة ما تتسبش مضفكة رجعنا للستوري تيلينج الاولاد كيف بدي بطريقه عرفتها ميستيريس كلي دي هكا غامضه كلي يحكي على موضوع انت فاهمه اما فرض الوقت ماهوش دليل عرفتها فهمت الفازه كيفاش صعيبه فك الدوله ديما فك الدوله عندي كره ما نخبيش وزبي فوق الدوله فوق الدوله زبي فوق الدوله عندي كره ما نخبيش وزبي فوق الدوله فك الدولة ديما فك الدولة لغر الطرح هكا نعيش ويحكم كان المولى فك الدولة ديما فك الدولة لغر الطرح هكا نعيش ويحكم كان المولى نداش فايف لو سيري اواري نو فريما نيكس ياخي الولاد شي جيفارا ولا مارادونا هذاك هذاك بيجي هاكا هذاك اخويا هو طلعها فيا بيجي وانا طلعتها في بيجي فهمت هذايا ما شو اسمها جيت نقول لكم مادونا مري مرو ظرني هذيك هاي سينو الولاد هاكا نكونوا كملنا اي اللي فك الدوله تيتر عنده 6 سنين الولاد ستوري تيلينج شباب على الاخر فهمتني ولا في برشا فازات في برشا تكنيك خاطر يمشي بيك ويهزك ويجيبك وين هو يحب وانتي باش تفهموا هكا ولا هكا حتى وكان يحكي بغموض كيف باش تفهموا البيت كالعاده صاحبي هارد على الاخر على الاخر على الاخر دروب بيت موجوده كل شيء موجود صاحبي علولو ما يفدلكش من قبل مش من تو صاحبي خاصه في البريود البيك نتاعو حاجه مش عاديه جمله 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 يرحم والديكم الاولاد على اختياركم كل مره فهمتني ولا تودوني بتيتر ياسر مزيان ياسر شباب صاحبي برجو ليا فهمتني ولا قاعد نفهم اكثر واكثر واكثر علاش عليه عنده فان بيز ماهيش عاديه الجمله عبيد تدافع عليه عبيد تحبه عبيد ما ترضاش فيه سبان ما ترضاش فيه درا كيفاش فهمتني ولا لغه درا كيفاش فما برشا بريود خرج الناس تقول عليه شقنوس ولا فهمتني ولا يخدم كوميرسيال وكذا 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 فرد الوقت تلقى برشا عبيد تدافع عليه وانتي وينك وقت اللي عليك كان فهمتني ولا الراب الصحيح موجود فهمتني ولا افكتيفمون انا في الراب الصحيح صاحبي حاجه مش عاديه الجمله فهمتني ولا ستيل دخله هو فهمتني ولا تونس تو سامبلومون كيما نقولوا الاولاد بيرفكت على الاخر جابوا كل شباب على الاخر على الاخر عجبتني فهمتني ولا يرحم والديكم الاولاد ان شاء الله تكون عجبتكم رياكسيون ان شاء الله تكون عجبتكم خدمتنا نتقابلوا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن ما تنساوش ارائكم كومنتاريتكم دنيتكم اجواءكم مرحبا بيكم الاولاد لابوني خاصه فهمتني ولا وما تنساوش الانستغرام بيجي ما رياكشن 22 من سكول مرحبا بيكم زيد غاديكا وفي البلايص الكل الاولاد نتقابلوا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن بين خلصين الاولاد قريت الكومنتاريات وفما كومنتير قال لي صاحبي شبيك ما مال في سيري بسيكويا متهبط بثلاثه وبالزوز تروات وبالاربعه في نهار وعلاش المره هذه تهبط بنهار باش نجاوب يعني هاو كان الناس كل اللي تخمم كيكا راهو برورا وخاطر كيف ما نقولوا احنا باش كل فيديو ياخو حقه هذيك خاطر مازلت هكا وقتك كنت نعمل في السيريات دونك قاعد نتعلم وديجا كان لاحظت كان قاعد تفرج للاخر في الاخر بسيكوام وليت نهبط له يا تيتر يا زوج تيتروات ماكس فهمت كيفاش خاطر باش كل تيتر ياخو حقه كل رياكسيون تاخو حقها هذه اول حاجه ثاني حاجه فما زوج سيريات نخدم بهم كي يبدا ما فماش جديد اللي هو تيتر عالي تيتر كلاي فهمتني ولا وكي يبدا فما جديد دونك يا نخدم الجديد الكل وتيتروات القدم سيريات القدم نخليهم لمن غدوه يا نخدمهم مع بعض هم اما ذا بيا تيتر ما نكثرش
باش كل تيتر كيما قلت لك ياخو حدوده لعبة تتفرج فيه مش تدخل بعضها. فمع بيت انا واحد من الناس ساعات كي نبدا نتفرج في اليوتيوب وواحد مثلا يهبط ثلاثه فيديوهات ورا بعضهم عادي ما نشلقش بزوز ونتفرج في الاخر وسيبونا تعدى ونخرج يعني فهمت فاش نحكي. دونك تفهمنا برو وتفهمونا العباد اللي تخمم كيما البرو هذايا. سينا الولاد نتقابلوا في اخر وقت ممكن. peace and fucking love.